رجاء اوصلوا رسالتي الى كل ماشي مشكل هادو غنصيفطهم هاد الايام القليله الى السيد المدير العام للامن الوطني السيد الطيب الحموشي بسميت المركز بسميت المركز علاش خفنا غدي يجيبوا شي واحد داعشي انا مغربي وطني افضح الشفاره كون وكيل كون وزير كون عامل كنت يشفر والله يترفضحك بغيت تدير الحبس عاود ديني الحبس عندي ايمان كاين شي امور تتحل علنا وشي امور تحتيها اما لغه التليفون ولا لغه باكس كيما امتحان ديال المحاماه راه مزحوا صحابو صحاب صحابو الى غير ذلك ولا الشعب راه ساكن تيموتوا في اضرابات الطعام قبل حتى نقولوا حنا مراكش الا بانت المعنى الفائده في التكرار هذا شفار مسؤول شفار المغاربه عرفوه شفار علاش غيتقدم الانتخابات بمعنى واش غدا الى جاء مول الضو خلصتو وشعلت الضو في الدار واش خصني نقول شكرا زوار ابو قعبادي مرحبا بكم في حلقه جديده وفي اطار اسبوع الفساد كما عنونه صديقنا واخونا الدكتور الاستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيده نواصل النقاش في هذا المستوى على خلفيه اعتقال القيادي بحزب الحركه الشعبيه والوزير السابق محمد مبدع اليوم نستضيف واحد من أبرز فاضحي الفساد في المغرب وواحد من المعتقلين السياسيين الذي قضى سنتين ونصف حبسا نافذا أجمع كل المتتبعين والحقوقيين على أن اعتقاله كان ضريبة من أجل الوطن سي محمد المديمي مرحبا بك سي حميد شكرا لك شكرا للطاقم ديال موقع بديل الاستضافة الله يحفظك سي محمد سي محمد كتعرف على انه اليوم لا حديث للمغاربة الا عن اعتقال محمد مبدع وزير سابق هذه مهمة جدا واحد من القيادات ديال الحركة الشعبية سؤال مباشر سي محمد المديني ما هي الدلالات بالنسبة لكم انتم كحقوقيين لاعتقال واحد من هذا الوزن السياسي في هذه الظرفية بالضبط اولا دائما كالرأي الوطني والدولي ما يخص مجموعة من المنظمات الدولية يطالبون السلطات بربط المسؤولية المحاسبة كذلك كانت خطوة أريحية صراحة بغينا نشوفوا رئيس حكومة سابق معتقل بغينا نشوفوا وزير معتقل بغينا نشوفوا مناديب وعمال وولاة إن ارتكبوا جرائم يعاقب عليه قانون يكونوا معتقلين شأنهم كبقية أبناء الشعب السؤال مطروح اعتقال مبدع كاين مبدعات مبدعات لسنوات تنعرفوهم كاين اللي متابع حاليا 10 سنين هو متابع في جامعات وبلديات 15 سنه والاكثر من هذا كاع حتى ان مجلس على الحسابات عزل مجموعه ديال المنتخبين في الولايه السابقه ديال الحكومه وعادوا الانتخابات ونجحوا هو محكوم ونجحوا وتولوا زمام الامور الخطير في الامر تلقوا مسؤول منتخب محكوم بعقوبه سالبه للحريه على اثر ارتكاب جنايه ديال التبديد ونهب المال العام وجرائم ديال الغدر وتيتقدم الانتخابات وتيدوز الاقامه المسؤوليه في جماعه او بلديه وتيولي يتحكم في التنميه في الصحه في ميزانيه ديال الامه ديال محكوم بالسجن باسم جلاله الملك وتيحكم في التنميه بالتالي الى بنت المعنى في قبل حتى نقولوا حنا مراكش الا بانت المعنى الفائده في التكرار هذا شفار مسؤول شفار المغاربه عرفوه شفار علاش غيتقدم الانتخابات علاش المجلس على الحسابات عزلوه في وقت مضى وتنعاودوا نجيبوه حنا فين كاين المشكل سي محمد هذا اشكال واش مشكل فراغ تشريعي لان مشكل درعوا بحال مثلا مؤخرا كيكونوا شي محكومين وما كاينش عندهم حكم انتهائي مبرم تيقول لك وباقى المسطره سيدي من حقه واش ما كيبان لكمش انتم كحقوقيين ان الاوان حتى على المستوى التشريعي يكون نص هكا واضح يكفيك سيدي تابع من طرف قاضي التحقيق او لا توجه لك النيابه العامه او لا مدان ولو مؤقتا ما تمشيش للمال العام. راه تما الكبرى سي حميد هاد الجهه اللي بغات تشرع النص هي الجهه اللي سحبات هي الفاسده هي الجهه اللي سحبات القانون ديال الاطراء المشروع صحيح بمعنى هاد الجهه اللي بغات تحرص على السلامه والسير العادي للمؤسسات
واستتباب الامن. مثلا نقول الامن ماشي هو البوليس والشرطه، راه كاين الامن الصحي، الامن الغذائي، الامن التشريعي، نكون انا مرتاح. اما باش يخرج على برا يبان لي صافيتها وما غادي نقول كاين الامان، لا كاين الامن المرض، كاين الامن خروج تقاعد، كاين امن في الصحه، في التعليم، في القضاء، في السكن، في الحقوق السياسيه. كاين امن بواحد المستوى في المغرب صراحه، المستوى الصحي الغذائي، المستوى الصحي كاين رده حقوقيه. تنقولها دائما وقلتها في مجموعه ديال المناسبات، كاين رده حقوقيه خطيره وغير مسبوقه. كاين تراجعات لما كرسه دستور 2011، حتى كاين تخلي اما بنيه مبيته او بتؤنيه. وكاين منجزات، كاين انا جايك العفا قول لا عرفتي اش حبس كاسي محمد، ولا عندنا واحد الخطاب خطير جدا دابا، خاصك تقول لهم راه كاين المنجزات عاد هضر. كاين واحد الجماعه تكونت في المغرب خطيره جدا، مثلا كيقول لك حريه التعبير في المغرب، مشيتي للدستور ملي كتبدا تعبر تيقول لك الاحباط، تيقول لك التبخيس العمل، تيقول لك الفتنه، الفتنه راه واش انا راه مين تنغوت، تيقول لك بلغ على الجرائم، ملي كتبلغ كتمشي للحبس، تمشي للحبس. راه مين تنقول انا او ديك الخلف اداره ماشي عندي واحد تنزرع اليأس ابدا، راه غير على هذا البلد، راه غير على الوطن، راه بغينا الاصلاح. اما اذا كان شي حاجه انجاز راه هذاك هو السليم، هذيك هي القاعده. راه ملي تخلص وزير ولا مدير ولا رئيس حكومه في شي منصب، راه عنده ربط المسؤول المحاسبه. راه كاين برنامج حكومي دارته حكومه، كاين قوانين خصو ينزل على ارض الواقع. بمعنى واش غدا الى جا مول الضو خلصتو وشعلت الضو في الدار، واش خصني نقول شكرا؟ راه داك الضو خصو يكون عادي، راه الماء خصو يكون في الروبين عادي، ماشي تداو في الصحه وخصني في السبيطار نداوي عادي. عطيني شي مبديع، بغيت شي مبديع، كتعرف شي مبديع هنا؟ كاين مبديعات في مراكش، عندك مبديعات في مراكشين كثار، كاين كوف 22، الملايير الصرفات، العمده السابق ونوابو، كاينين في جماعات الحوز وقلناها، وفتح واحد القوس، عمرنا ما شفنا شي حقوقي في العالم بأسره يحاكم. ما بغيتش نخسر الملف ديالي، ولكن كلمه تيتحاكم على ملفات تبناها مركز الوطن لحقوق الانسان، وتحكم لي ب 90 مليون، كيتحكم عليه ب 90 مليون مطالب مدنيه لمن؟ لهذوك المفسدين اللي فضح. بمعنى سير دو سجن عامين ونص وخرج واعطيه 90 مليون لمن؟ لهذوك الناس اللي كتبيو انا عند الوكيل العام او النيابه العامه وتابعتهم، خصني نعطيهم 90 مليون وهم متابعون عن القضاء. متابعون رئيس جامعه القاضي عياد شكيت به للسيد الوكيل، لا ماشي انا، جابوا لنا شكون هذا؟ عبد اللطيف المراوي، وزير، وزير حالي، وزير التعليم، وزير التعليم الحالي. انت اللي درتي به شيك؟ انا درت به شيك مركز الوطن لحقوق الانسان، المركز، المركز الوطن لحقوق الانسان قبل ما يكون وزير، المركز الوطني لحقوق الانسان تسلم شكايات من موظفين واساتذه ديال الجامعه، لان هما اللي عندهم الكيفيات ديال اطلاع الميزانيه وديال التدبير المالي والبيداغوجي. قمت انا ذاك الملف حنا للسيد الوكيل العام بحكم اختصاصه، قلنا ودي توصلنا بشكايات من عند الناس، هكا السيد الوكيل العام احال بدوري على الفقه الجهوي والشرطه القضائيه، فتحت بحث، استمعوا لي، قلت ودي انا ما عنديش الاليات باش نعرف الميزانيه في مشات او الميزانيه، لان كاين ذاك النظام ديال 0100 المنظم، قانون المنظم التعليم العالي التي يعتبر العميد الكلية أو رئيس الجامعة هو آمر بالصرف، وطبعا هذا رئيس الجامعة أو عميد الكلية يتبق القرارات ديال مجلس الجامعة أو مجلس الكلية. فتحت الفقه الجهوية تحت إشراف السيد الوكيل للمحكمة ديال السيناف بمراكش بحث، لقيت اختلالات. السيد رئيس الجامعة ديال القضائية تيشكي به شكايتين، هو أي النيابة العامة شكايتين تيقول فيهما ودي عندنا محمد الماديمي. الشكايه الاولى هي هذه، هذه الشكايه الاولى. بلاتي بلاتي سي محمد عافاك، دابا هذا وزير التعليم هذاك دابا حالي سير مراوي، دابا دابا انتوما كمركز شكيتوا به قبل ما يكون وزير، قبل ما يكون وزير. مزيان، الشكايه كانت عند السيد الوكيل جرائم الاموال، جرائم الاموال ديك اللحظه قبل ما يكون وزير، قبل ما يكون كان ديك الساعه رئيس الجامعه. بت فيها السيد الوكيل العام ولا باقي؟ راهي حاليا حال الملف على السيد القاضي التحقيقي. مزيان، اذا هو الوزير وسميته وشو وعليه شبهه وصل المحكمه الجامعه. انا هي كاينه قضيه البراءه، نعم، ولكن حاليا راه شبهه راه تيحقق عند قضيه التحقيق. واخا هاد الشكايه هادي، هاد الشكايه هو منين دار بك الشكايه؟ هاد السي المراوي دار بك الشكايه قبل ما يقول القضاء كلمته للنيابه العامه؟ شكا بيا هو على اثر ماذا؟ على مجموعه ديال الوقفات ومجموعه ديال التصريحات اللي صرحت في وسائل الاعلام.
ماشي بشي كاين كيدي لا هذه لا هذيك شي هذيك شي كاين الوكيل المحكمه ديال السؤال زعما حتى يتم الحفظ عاد لا ابدا كاينش كيتبين السيد الوكيل العام تزامن مع اش كبير الوكيل المالي دار معك حقه الوضع المالي ما تيقول في الجورنال تيقول في الصحافه تيقول في الجورنال زعما ربما تسحب نسحب تماما اوكي وتمت وتحفظت الشكايه الغريب وفي الامر الشكايه اللي ضدك عند الوكيل المالي تحفظات تحفظت عليا المستر تحفظت السيد الوكيل المالكي ولكن نهار كيش كي بيا لا الا ما معنا تحفظش بان كلامك صحيح كلامي صحيح اذا لي بالعلامه تلقائيه خصها تحرك البحث بالتالي علاش مناش كي بيا السيد وزير الداخليه خرجات الشكايه من الحفظ وضمات محمد المديمي كانت في الحفظ وجبدت وجبدت من الحفظ وضمات محمد المديمي تنشرها بالكليه وتنسب الاساتذه علما ان المقالات ديال الصحفيه راه في اطار الصحافه والنشر وانا كان عندي صفه ديال رئيس مجلس الوطني لحقوق الانسان واخا باش من اللي بنشيري شي الجرائم ترتكب انا تنقول هذا قناعه خاصه اذا كان رئيس جماعه معين ارتكب جرائم ديال المال العام وتبديد اونه بالمال العام في جماعه معينه فقد اضر بجماعه معينه ولكن ملي تيكونوا جرائم مرتكبه في منظومه تعليميه راه الامر خطير راه فيه راه اخطر ما هو مادي دابا تبع هو دابا حاليا الملف ديال الجامعات القضائيه محال على السيد قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال كاين سريه كاين سريه البحث نعم التام سبيطار شنو التام شنو ما عنديش معطيات ولكن نقول لك التهمه ما عنديش معطيات بالضبط لان الملف السري حاليا وثابت على انه حال على قضيه التحقيق الملف حاليا محال على قضيه التحقيق نسولك سؤال وندوزو لهذا وهذا الاشاره ان النيابه العامه ملزمه بحالات الملفات ديال نهب المال العام على قضيه التحقيق ملزمه النيابه العامه اي شكايه تتخص نهب او تبديل المال العام تدي النيابه العامه بحث ديالها ومن بعد تحيل لقاضي التحقيق تيكون مكلف بالبت في جرائم المال العام انتم كحقوقي السي محمد دابا حنا مؤخرا كنناقشوا هاد رؤساء الجامعات كيحكموا وهما محكومين او لا غير شبه هاد العمليه ديال تلقى وزير انا كنهضر على وزير راه انسان ماشي عادي يعني وزير كيقسم مجلس حكومي في مجلس وزاري هو وجه ديال البلاد على المستوى الحكومي كيفاش كيبان لكم هاد الصوره ديال واحد يكون في غرفه جرائم الاموال وفي نفس الوقت وزير هاد الشبه للاسف هو نبع الاحزاب تستقرب مجموعه ديال الاشخاص اللي تيسيئوا للبلاد وتوادي من الباب ديال الغيره الوطنيه ها الوطنيه هي هذه لا ولو شكون انا نلقاو حدود الشبهات ما نتهموش السميراوي حنا ما اتهمناش السميراوي بانه بالمدرب حدد دائره الشبهه اول حاجه كان عندي واحد المعطى هو ان السي عبد اللطيف الميراوي جا في 2008 في اطار التعاون بين جامعه بلفور الفرنسيه وجامعه القاضي عياض وكان تخص ليه شي مرسوم كان عندي واحد الوثيقه ان وزير التعليم العالي السابق الدودي دار لي 7 مليون بمعنى ان رئيس الجامعه حسيتنا تياخذ 7 مليون علما منين؟ لا لا مرسوم تياخذ 7 مليون في الشهر منطق هو جا في اطار التعاون بين جامعه بلفور وجامعه قاضي عياض هذا واحد جوج ما كاينش شي منصب مالي سميتو رئيس جامعه او عميد كليه دائما تيبقى عنده الماندا ديالته الاصلي كاستاذ نهار تيكمل ديك المهمات 4 سنين تيرجع كاستاذ جامعي عنده التعويض نعم المسؤوليه او السياره ولا عطوه الدار ولكن ما يمكنش يعطوك 7 مليون في الشهر ما عندهاش شي مسوي قانوني. نسولك سي محمد واحد النقطة ديال الأحزاب والفساد بحزب البام، حزب ما كنستهدفوش عندي غير واحد السؤال. حزب البام مثلا اللي مات السي عبد الوهاب بن الفقيه كنلتحق بالبام وكنعرفوا ملفات الفساد كثيرة اللي كان متابعها عبد الوهاب بن الفقيه. رئيس الفريق البرلماني ديال حزب البام اليوم حتى هو يتابع أمام غرفة جريمة الأموال. قيادي بارز اللي هو عبد البيبيوي ديال الشرق رئيس الجهة حتى هو كينتمي حزب البام. علاش هاد الوجه الوزير الوهبي راه كاش علاش حزب زعما هاد الحزب هذا واش ما كيبانوش تما كحقوقيين علاش كاع كاع عباد الله الفساد في الجامعه هنا ديال 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 مراكش كثرت اسماء في الجامعه مؤخرا في الوكاله الحضاريه كيفاش تم الاستقاله ديال مدير الوكاله الحضاريه جامعه مولاي يوسف اعتقد كذلك سي يوسف بن علي سي يوسف بن علي كذلك بمراكش انتم كحقوقيين ومشي معاك شي تفسير لهذا البام ومشي معاك في القاع الساغنه متابعين مداني مسؤوليه ديال البام ديال البام ديال البام في الحوز كذلك ديال البام ديال البام بالتالي البام دابا كان في واحد الوقت معين يقال يقال انه حزب الدولة حزب الدوله كاع كيتخزنوا تما كيتخزنوا تما وكان ارتحال سياسي ديال مجموعه ديال الناس اللي كنتو بعجينه هربوا باحزاب معينه او تم استقطابهم وتم وجوه البام ما يكونش حتى السي وهبي لانه بانت في الرساله ديال اولا في المحطه ديال ديال عبد الوهاب بن الفقيه ربما كانت وعود اللي عنده شي مشكل في القضاء نحلوا له انا من لا زعما واش انا نقول حاجه وحده الذي يؤخذ على وزير ما تبقى من العدل
إن العدل راه حاليا استقرار السلطة القضائية باش ما يقولوا لنا شي حاجة ما قلتهاش. وزير ما تبقى من العدل أنه سحب قانون ديال الإطراء أو الاغتناء غير مشروع من البرلمان. متفق معك. وهذه كانت صفعة لجميع المغاربة وكانت شنو نقول لك توجه واضح لحماية الفساد. لحماية الفساد وحتى واحد التصريح ديال الوزير العدل قال تمر الأمور من تحتها. وزير العدل. وزير العدل قال لها قال تمر شي أمور من تحتها. خلينا نحلوا الأمور بهدوء. بهدوء من تحتها أو بهدوء بحال هذه العبارة. كيفاش من تحتها شنو زعما؟ من تحتها راه باينة راه حنا مغاربة وهلو مكادر بشعابها. كاين شي أمور تتحل علنا وشي أمور من تحتها. اما لغه التليفون ولا لغه كيما امتحان ديال المحاماه راه نجحوا صحابو صحاب صحابو الى غير ذلك. ولا الشعب راه مساكن تيموتوا في ضربات الطعام. اذا هذوك نجحوا من تحت عينيك وما كاين لا بحث والو. النيابه العامه عندها الشكايه ديال هذه الفئه المستهدفه من الشعب المغربي اللي هم ابناء الفقراء. لا ذنبهم الوحيد هو انهم ما عندهمش والديهم فقراء وتقدموا لمهنه المحاماه وما كاينش اللي يوقف معهم غير الله سبحانه وتعالى. انتم كحقوقيين السحب ديال القانون الاطراء غير المشروع هو حمايه للفساد. هو حمايه للفساد وهو تحقير عقل الله يخليك السي حميد النقطه هذه. تحقير الاتفاقيه الدوليه اللي وقع على المغرب في 2006 لمناهضه الفساد. راه ما يمكنش الدول المغربيه توقع اتفاقيه ديال مناهضه الفساد. هذه مهمه السي محمد. ما يمكنش الدول المغربية وقعت اتفاقية والاتفاقية الدولية ملزمة ديال مناهضة الفساد. تماما. وكاين الاتفاقية الإفريقية. غنجيك السي حميد. الاتفاقية الدولية التي توقع المغرب أو غير المغرب هي ملزمة. والاتفاقية الدولية تسمو على القوى الوضعية. غدا نبدلو القانون الجنائي حنا بيناتنا. غدا نحيدو قانون التعمير. أو نحيدو قانون الصحافة. ولكن لا ميمكنناش غدا نعدلو اتفاقية ولا نتذكرو ليها. نتذكر واحد اتفاقيه درنا مع ديال الاتحاد الاوروبي كناخذوا اموال طائله في الاتحاد الاوروبي وما تندفعش على الاتحاد الاوروبي ندفع على بلادي. انا مغربي ندفع على بلادي. تناخذوا اموال طائله من الاتحاد الاوروبي في التنميه وحقوق المراه وحقوق الطفل الى غير ذلك. وهذه البرامج ما تنزلش على ارض الواقع حتى كانوا بعد المؤاخذة مجموعه من الاتحاد الاوروبي يؤاخذونا اتفاقيه الدول ما تفعلاتش. كيفاش 2006 بنا سينيو او 2007 بنا سينيو اتفاقية لمناهضة الفساد حتى أن القانون الجنائي يوفر الحماية للمبلغين والشهود مبلغين على الفساد والشهود. تيجي مواطن حماك أنت القانون؟ ما حماش القانون. شو داروا؟ أنا لم أحظى بمحاكمة عادلة. شو داروا أنت؟ داروا لي استحامي بين قوسين محاكمة بوحمارة. بلغتي؟ بلغتي. قلتي في الجورنال والخطيب الأمر. داروا طلعت كل كرموس؟ والخطيب الأمر. الشمف ديالي اقسم لك بالاكبر مع اعتقال محمد المديني هي رساله الى الحقوق الشرفاء. رساله اللي بغاو دوله الحق والقانون عطاو رساله محمد المديني. ولكن شنو ربحوها انت باقي كتهضر؟ انا باغي نشوف هذا الاعتقال شنو فيه ربح. انا كنعرف المديني كنعرفك انا هذه شي سنوات وخرجت لقيتك باقي هو انا غادي نقول لك اكثر زعما شنو ربح لك. انا كنت نغوت طبعا للدفاع عن دولة حق المؤسسات وإيمان مقدسات الدولة اللي وجرت الملك الله يطول عمره. ومشيت للسجل وتندير إضرابات الطعام وتنصيفت للمدير العام للأمن الوطني ورئيس الفرقة الوطنية وتنصيف لجلالة الملك. تقوم إفادة لجنة استبعدوا في السجن. فين كاين المشكلة السي محمد في هذا؟ وعندي معطيات خطيرة على السجن. سي مزيان. إذا ما سكتش. بعض الملكيين الوطنيين في البلاد وكيمشيو للحبس. ملكي وطني ماشي سارق ما والو كيتفركت. لا ولي جميل شنو هو؟ لا فين بغينا نفهموا فين كاين الخلل؟ علاش ما كيتحماوش الملكيين في المغرب؟ خويا كاين واحد القضية خطيرة جدا خطيرة حتى ما بغيت نشكك في بعض المؤسسات وبعض الأشخاص. تصور أنا تيخرجوني من المحكمة وتيقول لي اعترف وغادي يكون خير. باش تعترف؟ نعترف أنا تنحرض على الوحدة الوطنية. نجي تيخرجني المحامي ديالي تيقول لي كنت عند وكيل الملك وتيقول لي خرج الجلسه واعترف راه قال لك وكيل الملك غادي يكون خير. بمعنى منين نجي نعترف انا تحرض على الوطن ديالي راه خصني نخرج من السجن وغادي نقلب ونطهر. انا مسؤول قال لي اعتذر وغاتخرج. زعما دابا المشكل هنا نسولك انت كحقوقي من تيكون واحد الانسان في وضعيه اعتقال يعني في وضعيه هشه الله يحسن النفس كيجي واحد وكيعتذر ولا كذا واش كيبان واش ما فيهاش قسوه زعما كيف كتحس؟ تتحس ان هذيك اللحظه موقف والله تتحس ان جهات اقسم لك بالله حتى هذا قناعه عندي ماشي احساس جهات تتحاول
تهرب المغاربه من المغرب ديالهم، جهات معينه كيكرهوا تحول تكره البلاد وتخرج على برا ودير دعاوي. انا شحال ما حضرت مع ملك مسعود تيقول لي راه عندك المدينه حق باش يدير دعوه ضد المغرب وانت ما ديرش دعوه. انا جايك كنقول له علاش، تيقول لي لا يمكن لك تدعي الحكومه وتدعي وزير الداخليه وتدعي وزير العدل وتدعي السي رئيس النيابه العامه لان حكموك في اطار ملفات حقوقيه وانت رئيس مركز الوطني لحقوق الانسان وعندك الصفه. دابا انت عندك الصفه وحكموك شخص. انا انا الملفات كلها هي تبنى المركز الوطني وعندي الصفه، اعطاني الصفه طبعا دائر الحريه العامه هو دائر ملكي وعندي وضعيه قانونيه نظاميه وتنجيبوك تحاكموك بشكل خاص. بلاتي نسولك خاطر الامر انا ما كيعطينيش الويطه مزيان السي كنقاطعك وما تقلقش مني. دابا انت حقوقي ورئيس مركز، رئيس مركز تصور عندك رئيس مركز حقوقي وعندك صفه وكيحاكموك كشخص. مثلا الحاله ديالي انا هذا واحد الجلسه حتى انا صحافي وكنطلق الخدمه ديالي الهاتف جزء من نشاطي المهني تماما وتحاكمت بالتليفون اللي هو خدمتي. بغيت نسولك هاد المسؤولين في البلاد هادو اللي كيديروا بحال هاد الخدمه واش ما كيراعيوش التبعات ديال هاد المحاكمات؟ واش عندهم شي ضمانات؟ واش ما قاريش القانون؟ واش ما كتهموش مصير البلاد؟ كيفاش انت حقوقي وتتابع بمربابة؟ انا السؤال اللي بنجاوبك نجاوب سؤال، شنو هي الغايه نعيطوا للمعارضين الدول المغربيه مغاربه خرجوا في ظروف معينه حقدوا على الوضع حقدوا على البلاد حقدوا على المنظومه وهربوا بريطانيا كندا المانيا فرنسا؟ ما هي الغايه ندخلوا واحد ونخرجوا 200؟ ندخلوا نورزينو. شكون نورزينو؟ هذاك المثلي نورزينو ندخلوه ونهربوا 600 ديال الناس وطنيين. كندخلوا مثلي وتنهربوا 600 ديال الناس وكنهربوا 600 وطني 600 ديال وطني كيحبوا ملك البلاد عندهم قناعه بهذه البلاد عندهم غيره في هذه البلاد يناضلون في ظل ثوابت الدوله مقدستها. اطار هذه الكلمه ثانيه وكمل. كاين واحد اليماني انا ما كنعرفو صراحه والله العظيم غنقول لك السي محمد ما سمعته قبل يومين. تلاقيت واحد الطالبه قلت لي حميد هذا يماني، قلت لي كاينه فيديوهات باقا في اليوتيوب كيسب الملك وكيسب الوطن وقلت لي كاين كيوثق. اليوم قالت لي جا هو اللي غيدافع على القضيه الوطنيه المغربيه. قلت لي وحنا وطنيين ما فهمنا والو. قلت لي كيفاش يسمح لهذو اللي كانوا كيسبوا رموز بلادنا اليوم يستنجد بهم للدفاع على قضايانا؟ كما قلت التلميذ اللي غيدافع على القضيه، واش حنا ما عندناش اللي دافع؟ الناس اللي عندهم يعني شرعيه وعندهم لماذا اللجوء لهذه الاصوات؟ واش كاين شي جهه باغيه كما قلت انت تكرر؟ انا قلت لك عندي قناعه، دابا وصلت قناعه ان جهات معينه ما نقولش اجنده ولكن بعض المسؤولين اشخاص اما نقول بشكل فردي او اسلوب فردي تيحاولوا يقبضوا المغاربه وتيقبضوا تيبجغوا تيحيد من الوطنيه. راه بين قوسين اذا قبضتي كلب وعذبتيه غادي يكرهك لانه في خلق الله تعالى هو الكلب. بالتالي تقبضت مغربي وتبجغو وتبجغلي امو ودي لي مي في الاول ومي في الثاني ودي لمينوط وطلع الكار لو كتعقر العائله تعقر شوي دابا التشهير مثلا والام والمس بالحميميه ديال الاشخاص والام قدام المحكمه والعذاب الاني مع عامين ونص وخرج بحالك زعما اشنو درتي ليها؟ غيرتي قناعاتي؟ ابدا. انا مغربي وطني افضح الشفاره، كون وكيل كون وزير كون عامل كنتي شفار والله ترفضحك بغيت تدير الحبس عاود ديني الحبس. عندي ايمان جلاله الملك اعلى سلطه في البلاد راه اعلى سلطه يتساءل اين الثروة. ملي تمشيو للمحكمه تنقول لهم عباد الله اعطيني مبدعين. انا اعطيك مبدعين. انا عندي حاليا عندي رئيس جامعه بلا ما تسميه. لا ما نسميهش النيابه العامه عرفتي دابا وهذا السؤال والله الا خوف على هذا البلد السي حميد والله العلي العظيم الا خوف على هذا البلد بلا جالي. كلشي حقوقي مرتزق هذا عقود الزياد بجوج هذا عقد الزياد مقاليزي على بياض وهذا عقد الزياد الثاني مقاليزي على بياض كلشي حقوقي يقبطوا ويدي لذاك الجماعه ويبيعوا لي ب 50 مليون موقع هذا مقاليزي عقد الزياد هو السي حميد مقاليزي على بياض يعني السي عمر غدا انا غادي ندير لك في هذا عقد الزياد محمد الماديمي وهبي ولا نجيب شي افريقي مثلا وندير ليه لونسيان مو ديالو ودير قبط لي شهاده ولا مغربي انا جاي قبط لي شهاده السكنه دير البريغاد الكوميساريه وقالت لك ناسيونال لان الجنسيه المغربيه تعطى اما تعتبر ظاهر ملكي. اسمح لي نقعد كل ما السي حميد دابا هذا رئيس جامعه موقع وخارج شكون اللي خرجت؟ اسمح لي السي حميد الله يخليك. دابا الجنسيه المغربيه تعطى بشقين اما تعطى بظاهر ملكي لاجانب
يا إما تعطى بشكل عادي لأنه تكون تولتي في المغرب وعندك عقود رسمية أنك تولتي مغربي، بمعنى أن هذا العقد الزيادة سمحوا لي نوريه للمشاهدين. هذه صفتوا هذا بالمناسبة، بالمناسبة صفتوا للسيد المندوب المدير العام للعمل الوطني، هادو غنصيفطوهم السيد اللي يقول لك شي حد تات بتزلي ولا هادو غنصيفطوهم هاد الايام القليله الى السيد المدير العام للامن الوطني السيد رضي الحموشي بسميه المركز. بسميه المركز علاش؟ خفنا غدي يجيبوا شي واحد داعشي دخلوا المغرب في وضعيه معينه ويقبط لي سميه معينه وكنيه وهميه وقد لك اطاسيونال باش عرفتي انت هذاك اللي ولاد الحسن الدرهم في العيون وانا ديت هادو مكاشين دابا هادشي هادو مقاليزين على مقاليزين رئيس الجامعه على بغيتي يعني بيع يشري فيهم رئيس وتنقول لي قبت هذا بيعو ب 50 مليون هنا في مراكش الا كنت انت دابا حامل مهدا ورشيرشي غدا قد لك صبري شي حاجه ولا كان قد لك الصومال ديالك وشكون خرج هادشي هاد المواطنين في الانتخابات يتباعوا هادو في الانتخابات عادي الجامعه ديال طب صلوحت وبالمناسبه كانوا 2017 مشاو شي 15 لواحد العام ما عندهاش انا ديت شي الوكيل العام محكمه ديال السيناف لا في الملف اللي كنتي كتحاكم عرفتي هادشي هادو كانوا في الملف في الملف ودار شي كاين السيد الوكيل لا 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 بلاتي اسمح محمد عفاك السي حامي اسمع عفاك عفاك السؤال ديالك عفاك السؤال ديالك لا باقي غنزيد ناكدو كاين ماشي خطا عفاك السؤال ديالك السي حامي وانت تحاكم هادشي كيف الملف انا تتحاكم وتنقول السيد الرئيس المحكمه الابتدائيه والسي رئيس المحكمه ديال السيناف عباد الله شوفوا الشكايه اللي درنا برئيس الجامعه راه فيها مجموعات الوثائق اللي هما عقود الازدياد فيها مجموعه ديال الوثائق ديال النهب وتبديل المال العام دابا هاد عقود الازدياد ها الوطنيه المادي يحرض على الوطن واش انا اللي عاتي عقود الازدياد موقعين على شكون اللي يحرض على الوطن شكون اللي يشكل خطوره على الوطن شكون اللي يبخس الوطن شكون واش خطوره كيبخس مؤسسات الوطن بالتالي ملي كتهضر فمك تيقول لك تبخيص بالتالي واش المغرب موقع اتفاقيه تنقول هذه ملزمه للدوله هي حمايه المدافعين والمدافعين عن حقوق الانسان 2005 2006 دابا تيقول لك دابا شوف اخر الحيل ولا المكر اللي وصلوا له بعض الجهات اللي كتضر من هادشي قال لك انت المديمي الا خرجتي هذا الورق قال لك انت سيدي كتعطي فرصه للجزائر وكتبين لنا خايبين هذا الورق اللي كيتباعوا بالملايين واللي كيقيسوا الامن ديال الناس والساكنه خزنهم قال لك ما تهضرش علاش كيفاش كتجاوب هذه العقليات هذو اللي كيقول لك ما تبقاش تبين هذا الشيء راه الجزائر غيستغلوها ضدنا غادي يجاوب قانونيا اول حاجه عندك المسؤوليه القانونيه الا بلغتي النيابه العامه في هادو مسؤوليه عدم تبليغ على الجريمه يعتبر جريمه عدم تبليغ اما جيون حول جنايه راه جريمه هذا واحد وحتى انك بعينيك تشوف عينيك وعدم تبليغ راه جريمه الا بلغتي انت وليتي بين متلاقاو السيدان تولي في مواجهه بينك وبين داك زمره الفساد اللي عنده الفلوس وعنده علاقات وعندك بعد اللي كيريحنكو لا راه الفتنه في البلاد راه الفتنه تيديرها هو داك المسؤول اللي تيدي هو اللي هو يبرخ هاد الوراق واللي تيلهب المال العام وتيفك نعطيك مثال بسيط دابا حاليا النيابه العامه محكمه الاستئناف مراكش فاتحه بحث مع 15 مسؤول بين سنه 2012 13 14 تولوا زمام الامور بالمديريه الجهويه بالصحه هم متابعين هم موضوع مساءله متابعين 15 مسؤول ورئيس عندكم هنا وقال هذه المولي يسمح لكم بثلاث سنين هذه شي سبع سنين لا ما يقوم قضاء عشان يسمع لي كاين حكومة ثلاث سنين سبع سنين واش نقول لك حكومة سبع سنين واش نقول لك طيب عبدو 15 عام هذه باش محكوم واش شي مراكش والله اذا نقول الى استثناء على الباقي محاكم مراكش بعدا استثناء مراكش بحال هكا علاش اول حاجه مراكش هي المدينه التي تؤدي ضريبه السياحه كيف ضريبة السياحة تتجلى في شقين تيكونوا دوك لي سكروات ما تنقولش نعممش تيجيو بعد بعد البلدان يا اما تبيض الاموال يبيضوا الاموال بحال تيمشيو للعواصم السياحية كما تنشوفوا في ديال لاكريم تيبيضوا الاموال وتيكون بزاف ديال الناس جنسيات مختلفة وتيكون داك الشق الثاني ديال البيدوفيليا بمعنى ان محاكم مراكش اكثر عددا من حيث اغتصاب اطفال او قاصرات سنويا وعندها احصائيات مراكش اكثر محاكم مراكش في اكثر الملفات ديال اغتصاب قاصرات كاين ارقام حنا كنا في مركز الوطني لحقوق الانسان توصلوا ب 10 الملفات 15 في العام
ديال الاغتصاب وتندير له محامون. ما تقولش هذا الشيء يقول لك غيقول لك كتزرع الاحباط وتخدم الجزائر وتخدم الكرع يقول لك هكا. واش الجزائر ما تقولش هذا الشيء. انا جدي عسكري وباع عسكري وتخدم الجزائر وخدمتي في القصر وخدم في القصر وبلغت على السارقه في وسط القصر وتقربتي وسط القصر وعندي واخا سيدي واحد المبدع اخر قلت لي عندك شي مبدع اخر من غير هذا المبدع الاول هكا كاين سيدي هذا رئيس جماعه الصحابي حتى هو في طمس لوحتي بلا ما تسميه اما هو مبدع حتى هو حتى هو مبدع وحتى هو او تيدير حتى هو كتاب السيد الوكيل العام لسنه 2010 اش كيقول له؟ تيقول لي السيد الوكيل العام شكايه ضد جمعيه العمل الاجتماعيه لموظفي جماعه طمس لوحت تيبلغ في شخصي مبتلى قانوني حنجيك لا هذا مبدع حتى هو عنده متابع ملفات مبدع عطى رئيس الجماعه عطى واحد اداره تسفيه حسابات سياسيه تماما عطى عطى عرض باش دير واحد المجموعه ديال المنازل والسكن الوظيفي للموظفي او جماعه طمس لوحت وعطى 29 مليون 29 مليون تكالت الارض تقسمت بين مجموعه ديال المسؤولين ما في مسؤولين مسؤولين الارض هو مسؤول ما داتش العمل شي لا ما تبنى فيها والو هذيك الارض ما تبنى فيها والو حتى ان التقرير ديال مكتب الدراسه هو عندي اللي يقول لي غدش عيد قلت هاي دي من ذاك التقرير هذا التقرير ديال مكتب الدراسات ديال مكتب الدراسات مكتب الدراسات الجمعيه اييه تماما ديال الجمعيه ديال الجمعيه هذا واحد تيقول ان هذه الجمعيه هذه الجمعيه ما دارت الاشغال اللي دارت تما ديال الترافو ديال قروه الصف الصحي غير مطابقه للاصل وكان مجموعه ديال الحفار وكان مجموعه ديال اشغال لا ترقى لابسط الشروط المنص عليها منين خرجت من عند من من الجماعه في وسط الجماعه تماما وخذوها الناس الله يرحم بكر الوقت تيسخنا وقلت لي الوقت انا نعطيك ملف ثاني انا عندي ملف خطير حتى هو لا لا بلاتي هذا هذه لا كملي هذه الله يخسر هذه ملي دار الشكايه هذه شو دار الشكايه؟ هذه الشكايه دارها رئيس الجماعه رئيس الجماعه من حقها وجه السيد الوكيل العام تحت اشراف قائد الملحقه الاداريه وشنو وقع فيها؟ ما وصلتش هاي ما وصلتش للوكيل العام هذه شكايه مؤشر عليها لم توجد حتى السلم الاداري السلم الاداري شكون شكون هو تما لمن هاي القائد ولا شنو؟ الى السيد الوكيل لمحكمة الاستئناف الموضوع شكايه في تحت اشراف السلم الاداري الاداري وهنا دائره تحنو ملحقات طمس لوحت رقم 666 وما وصلتش النيابه العامه ما وصلتش النيابه العامه تدينا حنا الوكيل العام محكمة الاستئناف ولا علاش شكون ما داهاش هذه؟ علاش ما داوش؟ خاي صيفط العماله تما العمل بقات هنا 2010 الله اعلم ما وصلت تكون شبهه عندها علاقه بالارض ولا شي حاجه عندها علاقه بالارض والمستفيدين لا عندكم انتم شبهه من حقك كحق شبهات واش كاين ما كاينش لا كاين شبهات شبهات وكاينين مجموعه عندي علاش الامور ما خداتش ربما بعض الموظفين السيد الوكيل العام استمع لي وعطيتو اسماء اسماء خدامين في عمالات وفي جامعات واستفدوا قلت له اللي خدا الارض هذا اللي خدا الارض قلت له الوكيل قلت له الوكيل لمحكمه الاستئناف شنو دار الوكيل؟ راه باقي في موضوع بحث باقي حاليا في البحث الوكيل العام لمحكمه الاستئناف ديال مراكش ديال مراكش شحال فوقاش ديما قلت له قبل الاعتقال ديالي وقلت له محضر رسمي قبل الاعتقال قبل الاعتقال ديالي شي عامين ونص تقريبا او ثلاث سنين وشنو دار انت كحقوقي ما عندك حتى في علم شنو وقع في هذا المسار باقي السيد الوكيل العام في طي البحث لان المسؤولين لقاو شي خرج تقاعد شي مشى شي مات شي باقي يحيش يتنقل وضاعت الارض وضاع الارض هي بقى وضاعت 29 والخاطر الامر عندي هذا ماشي غير مبدع واش ما نقول لك واحد المقاول تيخبط المرشيات في جامعه طمس لوحت تا هو مستفيد من الارض مقاول هذا مقاول هذا برلماني برلماني ومقابل ومقاول تيخبط الطرقات الشانطيات وتا هو استفد في حي الصناعي في طمس لوحت لا لا ما تقولش هذه لا لا نقول لك لا لا كتخدم جزائر هذه ما تقولهاش تقول شي حاجه نقول لك اكثر عندي انا كتاب عندي عندي سميتو كنيتو مسجل بالجريده الرسميه بالجريده الرسميه للمملكه انه استفد في حي الصناعي ها مقاول وبرلماني واستفد في حي الصناعي استفد على انه على ماذا؟ استفد على انه صانع تقليدي واعطاه بقعه نقول لك اكثر بلد ام زميز هذا دفتر التحملات كناش دفتر التحملات المتعلق بحق صيغ الاراضي الفلاحيه تابع لبريد امر زميز الولايه السابقه ها هما وقلنا الوكيل العام ودار شي كاين الوكيل لمحكمه الاستئناف ها هما تيكريو جوج عقارات العقار الاول فيه 27 كتار العقار الثاني فيه 29 كتار 40 عام 40 عام شحال 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 العام الكتار 2500 درهم 2500 درهم الا مبلغ الكلاء سيتحدد تبقى نتائج العروض مقدمه واعتبارا للثمن التقديري المحدد من طرف لجنه التقييم المنعقده بتاريخ والموصى اليه في كناش تحملت 2500 مبلغ 2500 درهم قطار قطار 2500 درهم في العام يعني 29 عجيك شي الا كريتي بارتمان في مراكش كلا ب 6000 درهم في العام 6000 درهم شهر لا الا حسبتي 29 هكتار على سوم اذا غتجيك 7 المليون في العام في العام في العام
يدير غازي تونس صور واكثر من هذا 40 سنه قبل الجديد 40 عام 40 سنه قبل الجديد وفي بلديه وفي بلديه وفي بلديه وهذه ملي قلنا ودي شكون مؤشر هنايا يوصل البطحاوي العميل هذا هو اللي مؤشر هذا هو العميل اش كبير هذا الحمش كبير ها هو كيتشارج انا ما بينو السيد الله يكثر خير والله يجازيه بخير الى تخلي احترام ولكن هذه وثيقتي يوصل البطحاوي قبل هذا 2500 درهم القطار في مجال حضاري تماما 50000 القطار 50000 القطار مجال حضاري قابل الجديد واشر على ذكر التأشير تفكرت عبد الطيف أبدوح نقطة مهمة جدا دابا أبدوح توبيعة أبدوح في خضم المحاكمة قال واحد الكلمة كان آنذاك وزير الداخلية هو إدريس جطو وكان العامل هو محمد حصاد محمد حصاد وكان الكاتب العام هو عبد السلام بكريات بخناخ وكانت خرجت لجنة ديال التقويم لجنة ديال التقويم اللي قومت السعر ديال الكازينو هذه لجنة التقويم هذا الدار عند الوالي بحكم أنه رئيس المصالح الخارجية وخرجت لجنة ديال التقويم وقوموا هذا عقار وقوموا ب 400 درهم المترو على ذاك وكان ديك الساعه تيسواش 2000 درهم المترو ورئيس البلديه ديك الساعه بحكم انه عامل بالصرف قبل لانه واش دار الجهات الوصيه اللي هي الداخليه قومت العقار وحدت ليه 400 حتى هو قبل وبعد ذاك العقار 600 درهم المتر وهو كيدير جوج المليون في المتر تماما دابا هذه الساعه غنختم وتما المتابعه ديالو قالوا لي عفاك هذه مهمه جدا دابا واحد الارض هنا في مراكش كدير جوج المليون في الاصل المتر كيجي رئيس الجماعه كيدوزها ب 600 متر شوف الفرق ماشي من جوج المليون الى 600 متر وكيجي وزير الداخليه وكيأشر كيقبل اللي هو دري جطو والعامل محمد حصاد اللي غيولي والد مراكش والد طنجه وزير الداخليه كيقبل ملك ديال المغاربه يعني ضياع وتبديد وفي الوقت اللي كيتابعوا رؤساء الجماعات والمنتخبين وهذه السلطات المعينه اللي ممكن تحسم وتحمي المال العام كيفاش انتم كحقوقيين السي محمد اللي ما كتفسروا هذه السلطه المعينه اللي عندها التكشير وكذا وهو أبدوح يتابع فين وجدوا لا يتابع فين وحصاد لا يتابع راه هذا هو الاشكال اللي وقعنا دابا حنايا ملي مشينا لهذا العامل السابق وقلنا ودي بنات المطالبه في تحقيق الثروات اللي عنده وكذا مجموعة ديال المشاريع اللي كانت موضوع اتفاقيات امام جلالة الملك وتصور جلالة الملك على السلطة في البلاد عطاوه هي كانت مجموعة من الدواوير في خلال 3 سنوات وترصدت ميزانية مشتركة من مجموعة من القطاعات وما تماتش سناو قدام الملك قدام جلالة الملك ومن بعد هي كانت مجموعة من الدواوير تحت عنوان هي كانت المراكز الصعيدة الصعيدة هما الجماعات اللي فاتوا 10 في نسمة ملي مشينا للعمل شكابي وزير الداخلية انا السؤال بنقول السيد وزير الداخلية السي عبد الوهاب الفتيت الله يشافيه وطول عمره علاش جلالة الملك دابا حاليا تيتسب بعض القنوات مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب تلقاو مجموعة من المغاربة داخل ارض الوطن تيتسب وعندي فيديوهات حتى انا درت شي كاين الرئيس النيابة العامة في شي 8 منادي واحد تيقول اش نقول لك وصف والله يبقى فيه الحال ودرت شي كاين ودرت عند السيد رئيس النيابة العامة قلت هذا على سلطة البلاد، إلا ما حميتوش أنتم واش غادي يحميه؟ أنا جيت عندي غيرة هذا تيطعن في جلالة الملك بأقبح الأوصاف والنعوت، بالتالي علاش السيد وزير الداخلية أنت خليتي هاد الناس يسبوا جلالة الملك؟ تيسبوا حتى خلوش خلى ربما ما نقولوش خلى نمشي معاك لا سير ما خلاش واخا ما خلاش ما يخليش علاش خليتي هاد الناس يسبوا خلوش؟ ياك هو رئيس ديال عندي مشي الله يخليك خصوص الفتيت هذه نقطة والله سيدي ما كنعرفوا ولا أنا كندير واجبي الصحفي سمعتم بعض المصادر يقال أن الفتيت راجل مزيان ولكن قال لك معاه وسط الوزاره بعض المسؤولين النافذين مسؤولين على هذه الاوضاع انا كنقول لك بالله العلي العظيم ما سمعته حيت انا فتيت دابا نسمع ربما يتظلم في هذا الشيء سي حيت كاين مجهود في واحد المستوى كاين مثلا تماما لائحه دابا اللي كدار دابا لا في بوزنيقه ولا في عدد من الاماكن فيها انا كان واش ما كنخافوش على باش ما نظلموش كشخص لان قال لك كاين ولات بعضهم صعاب خصوصا اللي جاو بلاصه السي على السكروحي ربما تطروج هذه الاسماء انا كنقول غير كل شويه ديال التحفظ ماشي كنبرر الله اعلم ولكن غير ربما الوزير باش نقولوا مثلا ما بغاش ولا ما شافش يعني شويه ربما ماشي انت قصدتي غير باش اول حاجه بعض ما بغاش ولا ما شافش ولا راه عنده الاليات راه عندك السي وزير الداخليه راه ام الوزارات وعنده الاليات وانا مواطن نشوف انت ما شتيش اللي وزاره عندك الاليات بمعنى هذاك اللي دار فيديو راه شافوه الالاف ديال المؤسسات هي اللي معاه ما يوريهولوش غنمشي معاك بهذا الشيء
قطاعات مختلفه في الداخليه. وانا شنو قلت لك؟ قلت لك قطاعات مختلفه. لا كانوا شي بعض الولاد خايبين، هذوك الولاد اللي غيجيو يقولوا له شوف هما اللي خزنوا، هما اللي خزنوا واخا مثلا بالتالي ويقدر يكون شاف. انا نمشي معك اسيدي، انا عاد واحد واخا نمشي هما كاين شي حسابات اخرى غادي نمشي واحد القضيه اخرى. شحال من في العمر سمعنا وزير الداخليه شكي بحقوقي في السنوات الماضيه ديال المغرب، حتى سنوات الناس كارثه، حتى في سنوات الرصاص، بعلم ان الشكايه لا في هذه السلفتيت. انا سمعت العدد من الناس السلفتيت في هذه لم يكن موفق. انا ورد الشكايه راه عندك تما موقع فيها وزير الداخليه صح، باش يشكي بصحابه وحقوقي وحقوقي اش وطني ملكي، ولكن عرفش ولا عاوتاني واش هو ولا قدموه. لا الشكايه راه موقع فيها هو السي واخا هو وبلاتي تقول لي موقع عاوتاني عندك في هذه العقود الزياده. ايوا هادو شكون موقع فيهم؟ شي رئيس جماعه عنده صفات الضابط الحاله المدنيه. ايوا خويا هي رئيس جماعه على المغاربه. انا غادي نطلب من السلوات. بلاتي دابا هذا رئيس جماعه، هذا رئيس جماعه ما عندوش ماشي ضابط حاله مدنيه. ايوا راه موقع براس ضابط حاله مدنيه. ايوا هذيك راه ندير لها الا هضرت هضر لما محمد الماديمي لا مشي نحبس. ايوا احباط الا سكت عدم تبليغ. محمد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة نتمنى عند الله سبحانه وتعالى تكون بلادنا دولة رائدة في مجال حقوق الحريات، تكون دولة في مجال الحقوق السياسية والمدنية، تكون دولة هذا نتمنى ماشي زعما مع قلبي تعتبر قدوة في مجال الصحة والتعليم والقضاء والسكن والحقوق السياسية، وتكون كذلك دولة حق المؤسسات، دولة استقرار السلطة القضائية، دولة الأربط المسؤول المحاسبة. لأن المغاربة عياو وأنا عييتي، أنا نقول لك أنا راسي أنا عييتي. صبرنا 2011 من 2011 كان متنفس زعما الحمد لله البلاد تقاد، غادي ولادنا يعيشوا في واحد الأريحية وتكون واحد الدولة ديال الأربط المسؤول المحاسبة، واللي شفر يمشي للحبس. كان وكيل كان قاضي كان، وانا درت شكايه ب 17 القاضي السي حميد البهداوي، شكايه ماشي محمد المديمي. 2017 درنا واحد المراسله للسيد المفتش العام ورئيس النيابه العامه والديوان الملكي. 17 قاضي، وهذه الضريبه ديال الاعتقال محمد المديمي. حدا غريبك عليك تشكي بالقضاة في غلاد؟ لا دابا والمشكل اللي كاين ترى بحال هكا من تيقلع العصابات. لا هذا خصنا ننتقموا منه. يا ودي راه انا ما عندي حتى علاقه بشي بالمحاكم. انا حقوقي عندي واحد عندي ايمان في هذه البلاد، هما راه كاين ناس هزوا حوايجهم بالامس القريب. مشاو داروا قنوات كيهاجموا المغرب. ومشاو لاوروبا، جا باسبور احمر، تيتم جي 160 بالسرعه، والله وقفوه، وجينا 110 وقفوني، الوريقات ديالك ما جي 110، هو جي 160، لا لشيء عند باسبور احمر، ولكن حنا فضلنا نعيشوا في هذه البلاد، بغينا دولة حق مؤسسات ونناضل داخل المؤسسات. درنا شي كيف 17 قاضي. هناك من احيل منهم على التقاعد، هناك من احيل منهم على البحث، واخرون عند ثروات يجي نقولها والله تتخلع بالله، والله وجه نفسي لك ثروات ديالهم والله تتخلع بالله تخلع، لان عندي معطيات. كاين مشى منهم قال التقاعد النسبي وشاف حاله، بالتالي راه ممكن نقابل المصالح الشخصيه، ممكن اود عقود الزياد غدا نتصل عن طريق شي حد تينوب عليا شي محامي ديالي ودي كتاب الرئيس الجماعه وغادي يعيط المحامي ديالو يعيط المحامي ديالي ولا نديهم ليه نبيعهم ليه ولا نبيعهم شي حد. ولكن راه هادشي راه هذا هو الارهاب داخل المغرب. راه مشات واحد الوقت 17 لواحد مشات لسوريا من الحوز، راه خفنا غدا يدخل تكررنا الواقعه ديال العكريم ولا هاد العقود الزياد. شنو عصابه منظمه وقادوا لك عقود الزياد هادو اش خصو شهاده السكنه وتصور ويقول لهم انا هو محمد بن بالعربي. واخا بالتالي اسم محمد شخصيات بكلمه باقتضاب شديد نبداو بمحمد مبدع. شي كلمه في حقه محمد مبدع؟ مبدع حديث الساعه، محمد مبدع تصفيه الحسابات، ومحمد مبدع نتمنى بريء. ما نقولش بريء لان انا قلت تصفيه الحسابات باش الجمهور يفهم. انا نقول واحد القضيه، محمد مبدع المحكمه تبرؤ ودينه لان السلطه ديال المحكمه تماما، ولكن محمد مبدع عرف باختلالات في قيم صالح وبركمات ثروات معينه، حتى ان باقي نستحضر واحد الخطاب ديال مكيلان قال لك وظف واحد الوقت وزير ب 600 مليون، وكاين مقالات تكتبوا ماشي شكون يوظف؟ بالكيران كان شي مقال في صحفي قريته العهده على صاحب المقال ماشي انايا توظيف واحد الوزير ب 600 مليون. يعني هو حط 600 مليون انا ما تنقولش محمد مبدع ما يشاع تنقول مقال صحفي قريته
تكتب مقال صحفي آه. تكتب مقال صحفي كل يدير سميتو وفق المقال وفق المقال تيقولوا ان تم التوظيف ديال واحد تعيين وزير آه واضحه واضحه سميتو يعني غير وفق ذاك المقال شكون اللي يستافد من ديك سميتو انا ما خلاوا المهم مقابل مقابل التعيين اذا انت كتقول كان اختلاف في الفكره في نفس الوقت كيتسفيت حساب المراكمات ديال الثروات لان تنعرفوا ان اللي ساق هذا هو السؤال اللي نطرح دابا مع جميع الاصدقاء ديالي ومجموعه ديال النخبه دابا قبطوا دابا غدا او اليوم قبطوا شي جوج الناس بخروا واحد الصاك مخرو صاك مخرو هي صاك اي سرقوا جوج دراري صغار عندهم 17 سنه او 20 او 30 سرقوا واحد التليفون تيشدوا بالسرقه من القصوفه تيجيبوهم تيعطوا 10 سنين في الجنايات بحال متابع بحال اعتقال راي الجماعه متابع بجنايه وتبديد المال العام بالمال العام واختلاس وسير ضيب النقطي وصافي تنقول لك امه دا رقم دي راه كون فان الدور على الملاير ديال الدوله مشات اكثر من 90 مقاول سمعت لها المصالح الفقه الوطنيه وسير تما قعدنا وعاود تقدم الانتخابات وقبض المنصب راك ابدوح راك الرئيس رئيس لجنه تشريع البرلمان وهو مدام خمس سنين بلاتي كيما كيما مبدع بحال مبدع كان رئيس لجنه العدل تماما هو شكون هو؟ هذا ابدوح وكان واقيلا علاش هاد المتابعين كيمشيو ديك اللجنه بالضبط؟ لانه يتحكمون في كيتلاقاو مع الوكيل العام ميزانيه شوف الميزانيه ديال النيابه العامه يتحكمون فيما هو مادي او مالي ويتحكمون فيما هو تشريعي رئيس لجنه تشريعي هو اللي كيبرمج الجلسه هو التشريعي التشريعي جميع قوات الشرع دوز لجنه بالتالي تولي على خاطر محمد نكيل هذا اسم رئيس جماعه رئيس مقاطعه مولاي يوسف بن علي سمعنا عليه محمد نكيل واذا سمحت لي طبعا السي محمد سمعنا عليه بعض المعطيات ومحكوم بثلاث سنين تماما مدان بثلاث سنوات سنين وخرج عليه واحد الروايه وحنا تطرقنا له وجينا له واحد النداء وسمعنا عليه بزاف الهضره احنا ما نقدروش نتهموه بحكم انت كحقوقي في مراكش شي كلمه بدون تجريح بدون نشاطه السياسي ما هو الا كان راجل مزيان قلنا راجل مزيان انا ما لا سمح لي السي حميد واش اللي ما قلتش هذا هو عينه كباقي العينات السياسيه عينه سياسيه تظهر وقت الانتخابات ومعروفه ب اخطبوط في مراكش قابتين الكارديانات قابتين المقاطعات ماشي وشاع راه قابتين مجموعه ديال القطاعات في هنايا وبالتالي للاسف نافد هو لا ماشي نافد هو انسان عادي ولكن كاين واحد اللوبي في مراكش تيهمن على ما هو اقتصادي واجتماعي ونشير لك واحد الخطوره في الامر خطيره هذا الواقع هذه اول مره نشوف حتى المغرب ان تيكون وزير في قطاع معين تلقاه رئيس جهه تمشي ما دخلوش رئيس حكومه ورئيس جهه تمشي عند عبد اللطيف وهبي وزير ورئيس جهه تمشي عند رئيس جماعه عمده ماشي رئيس جهه عفوا العمده تمشي عند وزيرة التعمير تماما هي وزيرة وعمدة بالتالي الماندا ديال العمدة غادي 607 مليون تقرب حتى من العمودي من والماندا ديال الوزير عنده 7 مليون تعويضات هنا وتعويضات هنا بالتالي كي غير جوج تعويضات هذا حقه ما كاينش يقول حقه ميزانية العملية ضروري يكون عنده وحدة غتمشي له ياخذ بجوج ياخذ بجوج لان هذيك جاي من الجماعة العملية ديال دابا وهذيك جاي من الوزارة ناقشوا غير وزارة هذه وزيرة شوف غير الوزارة بمشاكلها في المغرب ديال اش نقول لك هذا هو بالقصير وقت عاد تجي عمدة مراكش واش غادي مثلا نقولوا في الدورة الميزانية واش غيمشي رئيس الحكومة ويقعد مثلا في مدينة فيها هو عمدة ويناقش معاهم الميزانية ديال العمدة وخصو لأنه يعتبر أمام بالصرف دابا وزير العدل راه عامل بالصرف اخر اسم عبد اللطيف ابدوح عبد اللطيف ابدوح حتى هو من الناس اللي يسيروا واحد الشان العام في وقت مضى هو كان عضو فاعل واحد الحزب الاستقلال حكم حتى هو بعقوبه ديال خمس سنوات ما ظلموش محكمة اش نقول لك لا خلي محكمة ما يروش الشعبية في مراكش ما عندوش شي صيت عنده شي تعاطش ابدا بالعكس كاع زمرة الفساد والله ما عنده بالعكس المراكشي كلهم تيطالبوا بفتح تحقيق المراكشي كلهم تيطالبوا بفتح تحقيق في الثروات لا ديال الكوكاب ميزانية ديال الكوكاب هذه النادي ديال الكوكاب فرقة اللي مشات الميزانية ديالتها وتكالت من مجموعة ديال اللوبيات ولا الجماعات ولا المقاطعات كاين لوبيات راه هنا في مراكش راه شماليه مبدعين كاين مبدعين كاين وكلمه واضحه كاين شفره
عندهم اموال ما كانش عندهم الباح والو تاع بدوح ما كان عنده والو ابدوح ما كان عنده كان ما كان عنده والو هضرنا دابا لا يقدر يكونوا الناس كيبيعوا كي تاجروا انت ما فراسكش مثلا ولا ما عندكش مواطن هي لو ما تيعرفوا تاجروا انا ما تنعرفش وانت ما تعرفش ولا ورثوا هي لا ما ورثش شغل الله يخليك كانت براكش مدينه ديال العجاء ومدينه ديال السياحيه ومدينه براكش مدينه بسيطه فيها ناس شرفاء ولكن للاسف سلط الله تعالى على هذه المدينه الزمره ديال الفساد يتحكمون في رقاب العباد وهادو ما خونه الوطن ونتفائلوا خير هادو ما خونه الوطن نتفائلوا خير نتمنى من عند الله تعالى تكون شي اراده سياسيه الله يهز نتمنى من عند الله تكون شي اراده سياسيه لا تقول امين الله يهز الغاب يا ربي امين الله يخرج عقيب معك يا ربي امين الله يخرج عقيب معك معايا انا سحبي الله يخرج عقيب معك على خير ربي يخليك سي حميد محمد شكرا لك نتلاقاوك في شي فرصه اخرى واحد السؤال اخير عفاك ولكن ما تطولش بكلمه واش نفسيا ارتحيت شويه من السجن لقيتك كتذكرش حيت انا كنعرف ديك الالم كي كتحس انا اللي كنعرف انت ما تاثرتيش بالحبس ولكن والله العظيم السي حميد اول حاجه نشكر اقسم لك نشكر المغاربه ديال خارج ارض الوطن والمغاربه اللي داخل ارض الوطن الذين امنوا المغاربه ديال خارج ارض الوطن خذوا معارك داريه وانتقلوا لوقفات في جنيف وفرنسا وحجوا وقالوا لا للظلم والاول مره اول مره برا. اول مره تنشوفوا ان المغاربه ديال المهجر تيتعاطفوا مع حقوقي لا ودات مسيره معاك ومسيره خارج فرنسا وحده كانت في جنيف وحده في لوكسيل ان شاء الله في المونتاج غادي نعرضوا تماما وزعما نقول لك كاين لهم تقدير واحترام وهادو واش نقول لك امهات واخوات ما نعرفهمش ولكن امنوا بقضيتي وللاسف كيف احراج القضاء راه القضاء خصو يصدر احكام وفقا للقانون واحكام مقنعه للمجتمع كيفاش جبت محمد المديمي تبرع بدمو 50 مره محمد المديمي الذي تربع وترعرع ف سمع هذا الشيء قلناه شوف انا القضيه ديالك انت فيما كنشوف ذاك الميغافون وقال صاحب الجلاله اجي تشوف شوف هذه صاحب الجلاله و2013 2011 فيها مغربيه الصحراء وكبير انا شوف كاع اللي تنقول لهم مالكونا واحد والباقي شفاره مالكونا واحد مع كامل الاسف سي الدوك تيقول لك لا على مغفره لا اعترف يكون خير اعترف ودون تنقول لمصالح الفرقه الوطنيه يديروا لي انا مالك انا مغربي تيقول لك لا 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 خلينا بوليس الفرقه الوطنيه اقسم لك بالله لا لا تنقول لك تبدي الله يخليك انا مالك انا وطن تيقول لك لا هضر معايا في الموضوع ما يبغيكش تكتب لا عليك مالك وطني لا تما فهمتي راك غادي تما عارفين المدينه الحبشه لا شوف اول حاجه الضوء ظلمات وقلت واحد الرساله السي حميد سمح لي نقولها الله يكثر خيرك في المحكمه كنت نتحاكم وكنت قوي لأول مرة أحس في حياتي أنني قوي خلينا معتقل وتنشوف مدة بكي وداك الشيء وقلت لهم الظلم وظلمات يوم القيامة ورجاء لا تظلموني باسم جلالة الملك رجاء لا تظلموني رجاء شوف على إيقاع هذه وقلت عبارة. وقلت رجال البوليس كانوا حاضرين ورايا وأنا ندور عندهم قلت لهم اطلبوا من رجال الأمن التي يعتبرها عيون الملك التي لا تنام رجاء أوصلوا رسالتي ولا كل ماشي مشكل شوف انبياء وظلموا عظام عادي عادي دائما في هذه الحياه هناك من يفسد الحكايه كاين الرجال وكاين عديم الضمير عديم فكل من ساهم في الام ديالك ذات صباح او ذات مساء الله غادي ينتقم لك كلمه قلت لهم رجع انا وصلوا رسالتي جلاله الملك الظلم وظلمات يوم القيامه حتى انك الرئيس ووكيل العام تقوي سي محمد شكرا لك سي حميد هذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه كنشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء